اهلا وسهلا بكم متتبعين جريدة سفير 24 اينما كنتم في هذا الحوار. ضيفتي اليوم هي فائزة بلقب ملكة جمال العرب للسياحة سنة 2020 بدبي. مرحبا بك معنا سميحة الإبراهيمي. مرحبا رباب و thank you so much على هالاستضافة. شكرا على قبولك دعوتنا. اليوم بغينا نعرفوا شكون هي سميحة الإبراهيمي. سميحة الإبراهيمي عمري 27 عام، عندي شركة دعاية وإعلام، عندي my own brand of lashes، كنقرا الانتيرير ديزاين، وانا دابا ميس عرب توريزم 2020. بغينا نعرفوا سميحة كيف جاتك الفكرة، بما انك سيدة اعمال كيف جاتك الفكرة ديال المشاركة في هذه المسابقة هذه؟ هي ات واز فور فان، كانت كورونا وقلت why not just a good experience يعني. فجات عندي واحد صاحبتي قالت لي راه كاينه واحد الكومبيتيشن، علاش ما تمشيش تو ريبريزنت يور كانتري. قلت اوكي دابا كورونا الخدمه واقفه ما كاينش ستريس بزاف ما كاينش هذا واي نوت، ومشيت لبيروت وشاركت في المسابقه وربحت. بغيناك تقربينا سميحه اكثر، شنو شروط الانتقاء؟ كيفاش في هذه المسابقة شنو المعايير والشروط اللي كينتقيو بها ديك لا بيرسون؟ بمعنى ان واش اي وحدة زوينة تقدر تخوض هذه التجربة هذه، ولا كيكونوا معايير بدقة اللي كتختار بعناية في هذيك لا بيرسون اللي خصها تشارك؟ لا بوتي اخر شيء كيشوفوا اول حاجة الثقافة ديال الناس اللي مقدمين، كيشوفوا اللانجويجز، كيشوفوا البروفايل ديالك، لي ديبلوم اللي عندك. ملي كنمشيو تما كندوزو بزاف ديال لي زيكزام، كتولي تصفيات، وانا الحمد لله يعني وصلت للفاينل وقدرت انني ناخذ اللقب مغربي. شنو شي طريفه وقعات ليك مع المشاركات معك في المسابقه، شي حاجه اللي بقات ماركي في عندك؟ بزاف ديال الحوايج، اللي هو كنتي كتشوف ان المشاركات تما كانوا كيحاولوا يديروا لك بزاف ديال المشاكل، وماشي غير انا، كانت المشاكل مع بعضياتنا، بس اللي انا تفوقت فيه هو انني قدرت نعدي هذيك المرحله. والاهم هو ان دائما تمشي شي بلاصه تخلي بلاصتك زوينه مع الناس كلهم، لان انا الكونسيبت ديالي as I told you before انه it was for fun، وانني باش نتعرف على الناس ماشي باش ندير عداوات مع الناس. سميحه بما انك مغربيه كيفاش قدرتي اكيد بهذه المشاركات تقاسمتي معهم شحال من حاجه، شنو الحوايج اللي كنتي كتسهري على انك تبينيها لهذوك المشاركات اللي كانوا معك، يعني بما انهم من ثقافات ومن بلدان مختلفه كيفاش قدرتي انك تعطيهم واحد ليدي على المغرب؟ اول حاجه كنت ديما بزاف كنهضر لهم على المغرب، ثاني حاجه ديت معايا اللي هو قفطان مغربي كنت ديما كنلبسو كنوريهم ليهم كيعجبهم. حتى دابا انا فاش جيت المغرب كلهم كيقولوا لي سميحه بليز جيب لنا القفطان المغربي ديالكم واعر زوين. كنت كنهضر لهم على بلادنا، على جمال بلادنا، على ثقافه بلادنا، على اكلنا الزوين الواعر. فكنت ديما كنحاول انني نهضر معاهم بعد بالمغربي باش يفهموا وتكون عندهم فكره على بلادنا. حكيتي لنا انك دوزتي تجربه في الازياء، كنتي عارضه ازياء، احكي لنا شويه على هذه التجربه هذه، كيفاش بصمات المسار ديالك وكيفاش انتقلتي من الازياء لملكه الجمال؟ اول شيء انا ما كنتش حاطه في بالي الموديلينغ، بقاو كيهضروا معايا دي ميك اب ارتست كيقولوا لي سميحه علاش ما نديروش لك الماكياج وجهك غيجي زوين الا درنا لك الماكياج. فجربت كاول مره مع كذا ميك اب ارتست، من بعد عجبني الحال سو دخلت في البحرين مع ايجنسي اللي هي معروفه عندنا في البحرين، ووليت في الممبرز ديالهم، سو الا كانت شي خدمه ولا شي حاجه كنمشي عن طريقهم.
درت من بعد انتقلت من الموديلينغ اللي هي الادفرتايزمنت، وليت كندير دعايه لبزاف ديال البراندات اللي هي اللي تسي معروفه عندنا في الجي سي سي تمايا. و ذاتس ات. وحبي للكاميرا هو اللي خلاني انني نكمل في المسيره ديالي ديال الموديلينغ، وحتى دابا انا باقا اي لايك ذا شوتينغ ان فرونت اوف ذا كاميرا. سميحه، واش ما كتفكريش انك ترجعي تستقري في المغرب؟ اعمالك جديدك طبعا، يعني قد ما جلست برا البلاد كتبقى بلادي هي المغرب. فواحد النهار غادي نرجع، حتى انني فكرت انني نفتح برانش ديال الكومباني ديالي هنايا في المغرب. ان شاء الله كندرسوا الموضوع، واي نوت. الى مشى لي الموضوع وخدمت لي الشركه ات واز لايك ايفريثينغ ويل بي اوكي، واي نوت. يعني هذه في الاول وفي الاخر بلادي وانا غادي نرجع لهنايا. بس at the moment ما كاينش فكرة أنني نجي، لأن يلا بديت الكمباني دابا 2 years، يلا بديت كنقرا، يلا بديت كنحقق من طموحاتي تما. سو ما يمكنش لي أرجع دابا في هذا الوقت. واش تعرضوا عليك شي أعمال في المغرب؟ كاين شي شراكات، شي حاجة هكا في المغرب؟ أنا يلا ساليت دابا الكومبيتيشن شي 3 months، فباقي الناس في المغرب ما كتعرفنيش بزاف. بالنسبة للأعمال تعرضت علي برا المغرب اللي هي أدوار تمثيلية، ولكن nothing is confirmed yet. That's it. بس في المغرب ما كاين حتى شي أعمال، لأنه باقي يلا خديت الكومبيتيشن، سو الناس باقي ما كتعرفنيش بزاف. ولكن أنا I would love to أنه يكون عندي شي أعمال في المغرب، why not؟ بالعكس I will be happy. سميحة، كلمة أخيرة للمشاهدين سفير 24. أولا شكرا للسفير 24، شكرا لك رباب على هذه الاستضافة. It's my pleasure. كنقول لكم thank you so much and ديما حطوا في بالكم أن nothing is impossible. If you wanna do something you can do it and that's it. شكرا متتبعينا الأوفياء على حسن المتابعة، إلى اللقاء. Thank you.